افتحوا الحدود، افتحوا الحدود، جملة رددها مئات من اللاجئين العالقين أمام نقطة حدودية كرواتية. أرجوكم افتحوا الحدود، إذا كان لديكم إحساس بالإنسانية افتحوا الأبواب، فالأطفال يعانون وقد يموتون. جل طموح هؤلاء اللاجئين عبور الأراضي الكرواتية والتوجه منها إلى سلوفينيا على أمل الوصول إلى النمسا أو ألمانيا، لكن كيف ذلك وكرواتيا وأيضا سلوفينيا أبديتا عجزهما عن التعامل مع هذا الكم من تدفق اللاجئين اليومي؟ علقت 50 شاحنة محملة باللاجئين وأغلبهم سوريون الأحد على الحدود الكرواتية، لكن بعد ذلك سمح لهم صباح الاثنين بالعبور ببطء شديد. أما سلوفينيا فقد قالت إنها لن تسمح لأكثر من 2500 لاجئ بعبور أراضيها يوميا، معللة ذلك بحاجتها إلى الوقت للتعامل مع أوراقهم. ومع ذلك أدخلت الاثنين 5000 لاجئ، متهمة كرواتيا بتجاهل الخطط التي وضعتها للتعامل مع المسألة. كل الموجودين هنا يريدون العبور من سلوفينيا إلى الجانب الآخر، لا نريد البقاء في سلوفينيا، لا نريد شيئا، نريد فقط العبور. اللاجئون ينتظرون الفرج، فهم لن يتخلوا عن الأمل في حياة أفضل، وإن تطلب ذلك البقاء ساعات وربما أياما وليالي في خيام في ظل برد قارس وأمطار غزيرة. جئنا إلى هنا ونحن نأمل ونحلم بالحرية الإنسانية، ولكننا نشهد شيئا مغايرا، نرى قوات الشرطة تفعل ما تفعله الشرطة في بلادنا، نحن فررنا من حكوماتنا وجئنا إلى هنا. مشكلة اللاجئين لا تزال تؤرق الاتحاد الأوروبي، ففي ألمانيا التي أبدت استعدادها استقبال نحو 800,000 لاجئ خلال الأعوام القليلة المقبلة، تجمع الآلاف من الحركة الأوروبية الوطنية ضد أسلمة الغرب في مدينة دريسدن الاثنين ضد قرار الحكومة الألمانية استقبال المهاجرين. شاركت في المسيرة لأنني أود الحفاظ على قيمنا، ولأني أود أن يكبر أطفالي في سلام وألا يروا امرأة ترتدي برقعا في بلدنا. الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند الذي ستستقبل بلاده نحو 25,000 لاجئ على مدى عامين رفض استغلال هؤلاء بأي طريقة. قلت إن فرنسا ستستقبل 24,000 لاجئ على وجه التحديد خلال العامين المقبلين، واتخذنا إجراءات لذلك. ألمانيا استقبلت حتى الآن 500,000 لاجئ، وهناك وقت ينبغي على كل واحد منا أن يدرك حقيقة الموقف وألا يستغل اللاجئون والأجانب وأولئك الذين قد يكونون مختلفين عنا لبث الذعر وكسب الأصوات. أما تركيا التي يوجد فيها حاليا أكثر من 2,000,000 لاجئ سوري، رفضت استقبال المهاجرين الذين لا يريدهم الاتحاد الأوروبي بشكل دائم على أراضيها. ووصف رئيس وزرائها أحمد داود أغلو الطلب الأوروبي بأنه يحول بلاده إلى معسكر لاعتقال اللاجئين، كما دعا إلى مراجعة سنوية لمبلغ 3 مليارات دولار الذي رصد لتمكين تركيا من التعامل مع هذا التحدي في قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل الأسبوع الماضي.